سيدتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال المطروح علينا اليوم كتوانسة هو الآتي: نجم نخرج بلادنا من الانهيار الشامل اللي هي عليه اليوم بالنظام السياسي الحالي وبالسلطة السياسية الحالية اللي تحكم في بلادنا؟ هذا هو السؤال المطروح علينا اليوم. وقت اللي نقول انهيار شامل مانيش مبالغ، انهيار شامل ثماش كلمة أخرى، ثماش قطاع واحد في تونس اليوم باستثناء مؤسسة الجيش ربي يحميها، ثماش قطاع واحد اليوم ماهوش منهار سليم ومتعافي وناجح، ما ثماش. ما نتحدثوش على القطاع البنكي اللي هذيك حالة شاذة وخطيرة، وإن شاء الله نتناولها في فيديو آخر. بالسلطة السياسية الحالية هذه باش تخرج بلادنا من الانهيار الشامل؟ أنا نشوف كل شيء قدامنا. العلاقة الموجودة ما بين السلطة، يعني ما بين رئاسة الجمهورية والبرلمان والأحزاب، علاقة ما عادش سياسية، ولات علاقة قتالية قتالية. شفنا رئيس الجمهورية سمعناه كيفاش يتهدد ويتوعد بدوسيات معناها نتاع استخباراتية ودوسيات نتاع فساد، ويتهم ينعت في بعض السياسيين بالجراد. وشفناه كيفاش بعد ما عين هو بنفسه معناها سي هشام المشيشي معناها رئيس حكومة، بعد مدة معناها اجتمع بعض حسابه وقالوا له ما تصوتولوش في البرلمان، نحيوه، ما عادش تفهم حتى شيء. والأحزاب هذه اللي عطات أصواتها لسي هشام المشيشي، يعني النهضة وقلب تونس والكرامة، ما عطاوش أصواتهم معناها إيمانا بقدرات سي المشيشي ولا إيمانا بجدوى حكومة كفاءات ومستقلة، لا، أعطوا أصواتهم خوفا من انتخابات سابقة الأنوانة وفوز ساحق للتساترة. معناها اللي يجمعهم هو الخوف مش البناء. وقلب تونس قال ثم وزراء أنا باش نحيو من توا، قال أنا باش نحيو. الغاية شنية؟ تبديل الحكومة من حكومة مستقلة كفاءات إلى حكومة سياسية ويدخلوا فيها هما كأحزاب موجودين في الحكومة هذه. كما قال الأستاذ معناها سيف الدين مخلوف، قال احنا نجحنا في الانتخابات مش باش نقعدوا فرنجية، أما باش نحكموا. بحيث العلاقة السائدة ما بين رئاسة الجمهورية والبرلمان والأحزاب الحاكمة هذه علاقة متعفنة. نية كل واحد تجاه الآخر كما نقولوا احنا بالتونسي نية مقعمزة، يا قاتل يا مقتول. بينما في تونس اليوم حشتنا بسلطة سياسية تخدم بأريحية بدون انقطاع على الأقل إلى الانتخابات الجايين في 2024 على الأقل. ويا بابا الله، والأدهى وأمر من كل هذا والمحبط للعزاء والمبعث على الرعب على بلادنا هو اللي حتى لو كان جاء فما انسجام كامل بين السلطات هذه السياسية، انسجام متفاهم وتكاتف. الخروج ببلادنا من الدمار الشامل ما هوش مضمون في الشك، لأنه الانهيار هذا وصل إلى درجة من العسير جدا الاهتداء إلى سبل لمعالجته بسرعة، عسير جدا. الساعة قبل كل شيء، الأرقام اللي قالها المعهد الوطني للإحصاء في أوت اللي تعدى فيما يخص المؤشرات الاقتصادية ما هيش كلها معناها نتيجة الكورونا، ما هيش نتيجة الكورونا. الكورونا عمقت الأزمة، لكن الأزمة كانت وصلت إلى مستوى خطير جدا قبل الكورونا. وكانت تفكروش المسؤولين وقتها كانوا يقولوا الوضعية حرجة جدا، مش ما يقولوش كارثية.
طيلة 3 سنوات. وحكومة يوسف الشاهد تعمل في 1% نسبة نمو 3 سنوات، وإحنا نعمل في 1% نسبة نمو. وفي السداسي الأخير نتاع الحكومة هذه عملنا 0 نسبة نمو، ما يكفيوش باش نخلصوا بهم حتى الربع نتاع خدمة الدين المبوبة في الميزانية نتاع 2020، ما تكفيش. ومستحيل بنسب كيما هذه قريبة للصفر باش قيمة الدينار تتحسن والاحتياطي نتاع العملة الصعبة تستقر كيف ما يدعي البنك المركزي، مستحيل. لا موارد سياحية ولا فوسفات، والعائدات نتاع مواطنينا بالخارج نقصت بسبب الكورونا، ولا استثمار، وبنسب تنموية 0%، واللي وصلت السنة في 2020 إلى 20% باش الدينار قيمته تتحسن والاحتياط تاع العملة الصعبة تستقر، مستحيل. كان نجيبوا خبراء العالم الكل طوى يجمعوا بالإجماع يقولوا هذا كذب في كذب في كذب، والخبراء الوطنيين الشرفاء متاعنا بينوا بالحجة اللي الأرقام هذه متاع البنك المركزي هي تلاعب بالأرقام لا علاقة لها بالموازنات المالية الحقيقية متاع الدولة التونسية. وياريت لو كان السادة المشرفين على البنك المركزي يواجهوا تلفزيا الخبراء الشرفاء حول حقيقة الأرقام اللي قاعدين يسوقوا فيها. أنا لا يزي 80% على الأقل من الشعب التونسي، وهذه إحصائيات نقول فيها مش كلام فارغ، 80% بعد اللي ياخذ 1.5 مليون توا في تونس ما عادش خالد، بحيث 80% على الأقل من الشعب التونسي هز السائق تغرق الأخرى. ولا يزي البنك المركزي يوهم فينا معناها بأرقام خيالية ماشي في باله، اللي معناها ما ثماش وطنيين توانسة يفهموا في الاقتصاد. وكيف ما قال معناها مرحوم نجيب محفوظ، قال إنهم يكذبون ويعلمون أنهم يكذبون ويعلمون أننا نعلم أنهم كذبون، ومع ذلك فهم لا يزالون يكذبون. هذه هي ساعة قلونا سادة البنك المركزي، بنا فلوس باش تكملوا الميزانية نتاع السنة 2020، وباش تخلصوا الديون المبوبة في الميزانية المقدرة ب 12000 مليار نتاع السنة. ونفقات الدولة العادية عندكم ما يكفيكم حتى لآخر العام، عندكم نفقات الدولة عندكم موجودة حتى لآخر العام. تعرفوش يا توانسة قداش الدولة عندها في الخزينة مصروف؟ تو اليوم الدولة التونسية عندها في الخزينة مصروف ما بين 4 أيام وجمعة، أكهو ما بين 4 أيام وجمعة عندها مصروف الدولة التونسية، بينما المعدل العالمي 3 أشهر. كل دولة عندها بالمسبق مصروف بتاع 3 أشهر. وزين بن علي الله يرحمه، رغم اللي عذبني الله يرحمه، خلى شهرين مصروف. هاي والشهري عندكم شهري حتى لآخر العام؟ قولوا لنا أخويا، أنتم ما بشرتونا كان شهرين، قلتوا لو عنا شهري بتاع سبتمبر وأكتوبر هذوما بشرتونا بيهم. أي ومن بعد كان جاء عندكم الشهري حتى الأربعة حتى لآخر العام راكم قلتوا. وسراج الغنوشي بارك الله فيه نبهنا، هو يعرف شو يقول، جماعتهم متمكنين في الدولة يقولش الهواء كيكا. بشرنا بفرضية الانقطاع متاع الماء والضوء والشير، ما سمعتوه، ولسان حاله يقول إذا كان مش اليوم غدوة، إذا كان مش غدوة بعد غدوة. وعند ربي علينا شو نقولك، ورينا نستبشروا بشهري متاع شهري. وقت اللي هذه مسألة الشهري ما كناش نخموا فيها بكل معنى، عمرنا نخموا فيها مسألة معناها بطبيعة الأمور مضمونة من عند الدولة إلى آخر العمر.
بحيث حتى لو كان جميع السلطات والقوى السياسية في تناغم وتكاتف وتحابب واليد في اليد، سبل الخروج من الانهيار الشامل تكاد تكون منعدمة. تكاد تكون، قول ما قلش تكون، تكاد تكون منعدمة. ما بقانا اليوم مع الأسف كان خياران، أحلاهما مر، أما السلف مرة أخرى ولا طباعة الأوراق النقدية لا بلانشابي، هذا كلمة سنة معلاش حل آخر. وديجا عملنا ولو تعملنا وللدولة التونسية تسلفت من البنوك التونسية بالعملة الصعبة، عمرها ولا صارت الدولة تسلفت من البنوك التونسية بالعملة الصعبة باش تخلص قروض حل أجلها، واللي باش يزيد صعوبة على صعوبة مع الأسف مرة أخرى مع الأسف قول فيها بمرارة أنه تونس فقدت المصداقية متاعها في على المستوى المالي العالم، فقدت المصداقية متاعها في 2019 كما تعرفوا الكل صندوق النقد الدولي نقص من القرض الاستراتيجي اللي اعطاهونا في 2016 2900 مليار، نقص منه قال لا ما عادش مرتاح مع تونس، انا ما تنجموش تخلصوه في الوقت اللي في الاجال اللي تفهمنا فيها، ما عندكمش القدره باش تخلصوه، فضيحه معنا ونقصنا. واليوم الصندوق النقد الدولي ما عادش يحب يتكلم جمله واحده مع الدوله التونسيه، ما عادش يحب يسمع بها. اي نعم يعتبرونا كذابه، يعتبرونا كذابه. في 2016 سي يوسف الشاذ ربي يهديه وقع بنفسه توقيع دولة ملزمة للدولة التونسية التوقيع متاعه على إصلاحات واضحة وجلية مقابل القرض الاستراتيجي اللي خذيناه، ما عمل منهم حتى إصلاح، ما عمل منهم حتى إصلاح، عمل حزب وحضر روحه للانتخابات الرئاسية والتشريعية وتعرفوا شنو ينتج، ومشهد تونس في العفس في الثنين ولينا منبوذين من السوق من الصندوق النقد الدولي. هذا بالنسبة لصندوق النقد الدولي. بالنسبة للسوق العالمية الحرة المالية الحرة كيف وقت اللي صندوق النقد الدولي يسحب ثقته من بلد حتى السوق المالية الحرة تتبع، والسوق المالية الحرة تعطي قروض بناء على ثوابت وعلى مؤشرات واضحة. احنا المؤشرات نتاعنا كلها منهاره، بحيث من الصعب جدا حسب الخبراء باش السوق الماليه الحره تقرض لتونس من جديد. اش بقانا؟ بقانا ما يسمى بالسمساره الصقور، السمساره الصقور لي فون فوتور، هذوما سمساره على مستوى دولي عندهم فلوس كي الصقور بداو يستناو في الفريسه نتاعهم وقتاش باش توفى باش ينقذوا عليه، يبداو يستناو فماش دولة قريب باش تفلس ولا تحتضر ويسلفوها بفايض مشط وعلى مدى قريب وخاصة مقابل ضمانات حية دي غارونتي ريال، معناها كما الله لا يقدر نرهنوا مثلا الأسطول بتاع الطائرات تاعنا بتاع تونس نرهنوا، وإذا كان ما نخلصوش يمشي وزيزي الله لا يقدر، لكن هذه فرضيات. اش بقانا؟ بقانا طباعة الأوراق النقدية. وتعرفوا شنو مآل طباعة الأوراق النقدية؟ الانفلاسيون غالوبونت، التضخم المجنون. كيما ترسينا كيما فنزويلا توا معناها الخبزة ب 200 دينار وفايم شكشوكة بجوج ملايين ونص. أنا راهي قد. وهاو سمعت توا قالوا لي سي الحكومة الجديدة نتاع سي يوسف سي هشام المشيشي باش تتجه مرة أخرى صندوق النقد الدولي تلعلح وتزقدح في المجمع، قلت لي باش تمشي لها باش يا اخي علاش تحبها تسلفك؟ انا ماذا بيا تسلفها؟ بلادي نحب بلادي تمنع وان شاء الله يسلفونا، لكن باش تمشي لهم بالسلطات السياسيه المتقاتله هذه وبحكومه معناها هشه ماهيش باش تدوم ربما. لا حول ولا قوه الا بالله. ايش شنو الحل؟ شنو الحل؟
قبل كل شيء الحل ما ينجمش يكون اقتصادي. الأزمة الاقتصادية والمالية اللي نعيشوا فيها الحل متاعها مش اقتصادي. قبل كل شيء وبعد كل شيء الحل متاعها ما ينجم يكون أولا وقبل كل شيء كان سياسي. كان سياسي مش مسألة معناها نظريات وبرامج نتحكموا في التضخم ونشجعوا الاستثمار ونسيبوا الاستهلاك ونعملوا سياسة تقشف. لا لا ما يكفيش، لأنه المحرك متاع التنمية الاقتصادية هي هو الثقة. المحرك متاع التنمية الاقتصادية ومتاع النهضة بصفة عامة هي الثقة، والثقة ما تنجم يزرعها وثبتها كان المنظومة السياسية. المنظومة السياسية هي مسؤولة على زرع الثقة في النفوس، في المستثمرين، في العمال، في الإطارات باش ما تجيش. والأنظمة السياسية متاع بلادنا مع الأسف ما تنجمش تزرع الثقة هذه المرجوة، لأنها فاشلة وفاسدة. الأنظمة السياسية بتاعنا فاشلة وفاسدة، فاشلة حسب الأرقام اللي قلت عليهم، وفاسدة لأنهم هما قالوا لبعضهم فساد، مش أنا قلت فساد، هما قالوا لبعضهم. بعد الكل شاكين، الناس الكل شاكية بالناس الكل في تونس. الكل هم شاكين ببعضهم. والتهمة شنية؟ الفساد وتبييض الأموال. عبوا شكا بالنهضة وشكا بالفخفاخ، والفخفاخ شكا بالشهر، وعبوا وسمو العميد شوقي الطبيب قبل ما يخرج معناها بعث عشرات من الملفات نتاع فساد وتبييض اموال تخص رجال الدوله، والناس كل شاكي بالناس كل بحسبوا هم نفسهم بحكم على ارواحهم بالفساد. هم نفسهم الدوله نتاعنا ولات كما سيدي حاضر يا شكا، سيدي حاضر يا شكا. ايش شنو خليه تونس نزلوا يدينا، خليوها بلادها تمشي زيزيك تمشي تنهار. الحل إذا كان نجم نقوله حل، الاستقامة والاستفاقة متاع بلادنا ما تنجم تجي كان بفضل غسالة نوادر سياسية. يلزمنا غسالة نوادر سياسية، بدون غسالة نوادر سياسية لن تكون لبلادنا استقامة ولا استفاقة أبداً. وخلينا نفسر الساعة شنية غسالة النوادر. قبل الفلاحة كانوا الحصاد نتاعهم يدرسوه بالمندرة، والمندرة هذه آلة تفصل الحبة عن القشرة نتاع القمح. والبقعة اللي تم فيها العملية هذه اسمها النادرة، النادرة جمع نوادر. بعد ما يتمم الحصاد نتاعه ويلم روحه الفلاح تجي المطرة نتاع سبتمبر. سبحان الله ديما تجي في سبتمبر، تغسلك النوادر هذوكم الكل نظفهم وتهيئ التربة لموسم زراعي جديد. احنا يلزمنا غسالة النوادر السياسية باش تنظف آليات الحوكمة وتهيئ التراب التونسي إلى حرث جديد. مال شنو بالنظام السياسي هذا حالي وبالقانون الانتخابي هذا هتوس في شكارة؟ نمشيو ننتخبوا نهار الاحد، نهار اثنين نلقاو كناتري ونلقاو شبهة فساد ونلقاو 10 بطالة ولا دبروا خدمة في البرلمان. مع احترامي للبرلمانيين اللي يستحقوا الاحترام وموجودين الحقيقة تقريبا في كل كتل، ثم عناصر محترمة. وبهالقوى السياسية هذه اللي هزت بلاد من 2011 إلى اليوم للانهيار هذايا، هي بنفسها باش تشرف على نهضة البلاد وانقاذها؟ عبث في عبث، مستحيل، مش ممكن، عبث في عبث في عبث. ولهذا لا مناص من غسالة النوادر السياسية، ما فماش كلام. وهنا نشوفوا فيها جاية غسالة النوادر، هنا نشوفوا في الصحاب جاي زادم علينا متاع غسالة النوادر، الصحاب متاع البركاجات والسرقات اللي ولت بالألاف وفي النهار
حكيوا لي امنيين من اصدقائي يقولوا لي احنا انتم الشعب ما يسمع كان ببركاج على ألف على كامل الجمهورية. غورة، الناس ولدت غورة على بعضها ما عرف من قبل. والصحابة متاع الحرقة آلاف التوانسة يرميوا في رواحهم البحر، عائلات كاملة تبيع الملمة واللي ثمة وتقول لك أنا ميت ميت. الفقر والجوع اللي مست الطبقة الوسطى اللي يقضي مليون ونص معاش خالد. ونزيد نقول ونعاود نقول حسب دراسة علمية قام بها عالم الاجتماع سي الصحباني عبد الستار، ثم 500,000 تونسي ياكلوا حشاكم الزبلة. والصحابة متاع الأطر متاعنا والنخبة متاعنا اللي قاعدة تهج بالآلاف، يا طب انفورماتيسيان مهندسين هج بالآلاف. الصحابة متاع الكناترية اللي ولاو يردوا برصاص ما عادش خايفين، تو كناتري يضربوا برصاص حتى ويرجع. قول لك انا كناتري وافتخر ونرد على الرصاص برصاص باش نجم نعيش. ها الصحب اللي قاعده تتراكم وجايه جايه، حتى شيء ما نجم يوقفها، حتى عنصر لا طبيعي ولا اصطناعي ما نجم يوقفها. الصحاب هذا وتقريبا فهمتوني ايش نقصد بغساله النوادر سياسيه مفهوم شكرا. بالفيديو هذا حبيت نحسس الرأي العام على قدر المستطاع بحقيقة الأوضاع الحقيقية، وباش ما نتغروش مرة أخرى بوعود فارغة، وخاصة باش نتهيئوا كلنا كتوانسة إلى سنوات عصيبة باش ما نقولش مريرة، وهذه الحقيقة. ما بقانا كان ما تبقى في الشعب التونسي من أخلاق، خاطر الخير ما تقطعش من بلادنا، ما تبقى للشعب التونسي من وطنية وأخلاق وكفاءة وخاصة ألطف الله. حاشتنا بألطف الله المرة هذه كما ألطف بينا طيلة قرون من الضياع، حاشتنا بألطف المرة هذه أكثر من العادة. وعاشت تونس على كل حال، وربي قدر خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.